لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بالأخبار المحلية، والرابطة المحترفة الأولى دارت اليوم مباريات الدفعة الأولى من الجولة الأولى إياب للرابطة المحترفة الأولى، وتحديدا مقابلات المجموعة الأولى فيما يلي أبرز النتائج في المجموعة الأولى. نادي صفاقسي كان تعادل مع الترجي الرياضي هدف مقابل هدف، نادي البنزرتي ينتصر على هلال الشاب 2-0، ملحمة ممسوسة يقلب الطاولة بعد ما كان منهزم 1-0 أمام الملعب التونسي ينتصر 2-2، وأخيرا في ملعب تطاوين اتحاد تطاوين ينهزم أمام النجم الساحلي 2-0. بالنسبة للمجموعة الثانية تتلعب غدوة كل المقابلات مساعتين في ملعب الأولمبي حمد العقربي برادس، النادي الإفريقي يواجه النجم المتلاوي، الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بنغردين، الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان، ومستقبل سليمان يواجه مستقبل الرجيش. في كأس تونس دارت اليوم المواجهة الأخيرة من مقابلات الدوري التمهيدي الأولي كأس تونس بين مستقبل وادي الليل ومستقبل جابس، وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح مستقبل جابس، وذلك بعد المرور إلى الحصص الإضافية وحمل ثنائية مستقبل وادي الليل توقيع اللاعب أشرف العجيمي في الدقائق 17 و29. في المقابل سجل الجليزة كل من أسامة النفيتي في دقيقة 45+1، وفي دقيقة 48 أضاف أحمد صولة الهدف الثالث في الحصة الإضافية الأولى، ومؤنس عمارة سجل الهدف الرابع في الحصة الإضافية الثانية. من كرة القدم نبدلوا اختصاص نحكيو على التنس. تعرفت اللعبة التونسية أنس جابر على منافستها في الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، ستقابل أنس اللعبة التشيكية ماركيتا فاندرسوفا المصنفة 86 عالميا بعد فوز الأخيرة اليوم على الأمريكي أليسون ريسيك بمجموعتين لمجموعة واحدة. وكانت تونس جابر تأهلت أمس للدور الثاني في أستراليا المفتوحة بعد فوز على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة 2-1. تفاصيلها 7-6 4-6 6-1، وسبقا وتقابلوا أونس جابر وتشيكية ماركيتا فاندرسوفا في 4 مناسبات، فازت تشيكية في 1 والبطلة التونسية في 3 مناسبات. في كرة السلة البداية ببلاغ الجامعة التونسية لكرة السلة، تعلم لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة السلة تقرر مالي تأجيل الجولتين 6 و7 من مرحلة التتويج من البطولة المحترفة برو آ إلى موعد لاحق نظرا لوضع عدد من القاعات الرياضية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الفترة الممتدة بين 20 إلى 31 جانفي 2023، وثانيا تحديد تاريخ 18 فيفري 2023 موعد انطلاق مرحلة تفادي النزول من البطولة المحترفة برو آ، ثالثا التمديد في فترة انتقالات اللاعبين الشتوية بالنسبة لأندية البطولة المحترفة برو آ إلى غاية يوم 15 فيفري 2023، وأخيرا التمديد في فترة انتقالات اللاعبين الأجانب إلى غاية يوم 28 فيفري 2023. نواصلوا مع كرة السلة. أعلن الاتحاد المنستيري عبر صفحة الفريق الرسمية اليوم عن تعاقده مع اللاعب الأمريكي الأوكراني جيروم راندل، ويشغل جيروم مركز واحد، وسبق له لعب في نادي بولجون ليفالوي الفرنسي وريال بيتيس الإسباني وزلغاريس الليتواني. في كرة اليد مونديال كرة اليد، برنامج لقاءات المنتخب الوطني في كأس الرئيس بعد فشل وتجاوز الدور الأول للمونديال، تحول المنتخب الوطني لكرة اليد لبولونيا لخوض مسابقة كأس الرئيس ضمن المجموعة الثانية مع الجزائر المغرب مقدوني من أجل احتلال أحد المراكز ما بين 25 و32. بالنسبة لبرنامج مباريات المنتخب التونسي، غدوة الخميس 6 متاع العشية باش يواجه المغرب، نهار السبت 21 جانفي 6 متاع العشية تونس مقدونيا الشمالية، ونهار الاثنين 3:30 تونس الجزائر. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية. من فوائد الرياضة على جسم الإنسان زيادة مرونة المفاصل والأوتار والأربطة وتساهم في تقوية العظام. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.